خالتي فيصل شخصية محترمة، ملتزم، متدين، محترم. عنده أخين وهو الثالث، وعنده أختين. هو كان في الشرقية، لعب سنة في الشرقية، جاء الكابتن حسام أخده من الشرقية. كان جاي ياخد هاني رشدي، شاف حسين عجبه خده مع هاني رشدي وداه الزمالك. موضوع حسين الزمالك استغنى عنه طبعا، دي الناس كلها عرفته، بس هو الظروف النادي طبعا، القيد والحوارات دي، فهو خرج من النادي. طبعا ربنا كرمه بوصل لسموحة. سموحة فريق محترم، والباشمهندس فرج عامر الراجل ونعم، تم التعاقد معه 3 سنين. والكابتن احمد سامي كان عارف حسين من ايام طنطا، وطبعا لما عارف حسين فهو على الفور يعني طلب من وكيله انه يتعاقد معاه، وتم التعاقد تمام 100%. ونزل حسين تدريبات سموحة وكان مبسوط جدا ان هو بيلعب في نادي كبير زي سموحة. طبعا اولوية ان حسين يروح اهلي او زمالك، حسين اولويته هي الاحتراف، وطبعا هو تحت امر نادي سموحة. بالنسبة اهلي وزمالك دي طبعا مش في ايدي ولا في ايد حسين، دي ادارة هي اللي بتتعاقد مع بعضيها، مش بتاعتي خالص. لكن انا اتمنى له ان هو يطلع بره البلد. وطبعا لو انا حسين، لو المستشار مرتضى منصور موجود، حسين ما كانش خرج من نادي الزمالك. دي برضو للعلم، لانه جاله عروض قبل كده والمستشار مرضيش. حسين فيصل راجل محترم ولعيب جد نفسه الحمد لله، وواثق من نفسه، بيلعب كويس. كان متقيد في نادي الزمالك وتم الاستغناء عنه، ولو المستشار مرتضى منصور موجود كان عمر حسين ما هيطلع من نادي الزمالك. ولكن هو ده اللي حصل ونصيب، ورب ضار نافع. هو الحمد لله طلع من الزمالك راح على سموحة عن طريق وكيل أعماله، وبيلعب في سموحة الحمد لله ماتشات كويسة وممتازة، وكروش شافه وأعجب بيه وتم ضمه للمنتخب، والحمد لله هم في قطر دلوقتي بيلعبوا كرة وما شاء الله عليه.